خطوط الجوية العراقية راجعين من دبي إلى بغداد، صعدنا كل المسافرين بالضبط متوجهين من دبي إلى بغداد. صارنا تقريبا تأخرت الرحلة ساعة، ورا ما تأخرت الرحلة ساعة إجونا هسه يقولون أكو دب كان بالطيارة بالقفص وكاسر القفص وشارد. يعني الدب يشرد من قفص؟ لكن وين صايرة هاي؟ لازم ننزل حاليا وبعد تقريبا من عربية لازم نرجع للصالة، ورا نرجع للصالة نرجع دور دبي اللي جاي، نرجع للطيارة. يعني الحد يقولون من كفى الدب، ولازم الدب لازم ننقل على هاي الطيارة العراقية حتى نروح للعراق. شنو الحل؟ متربوان عالم باحث، كاتل الحرب، كاتل الصيف.